بتنظيم من قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، شاركت مئات النساء وممثلي المنظمات الأهلية الفلسطينية وقطاعات واسعة من مؤسسة المجتمع المدني يوم الأحد الماضي وقفة تضامنية في ساحة الجند المجهول وسط مدينة غزة، وذلك ضمن فعاليات حملة 16 يوما لمنقضة العنف ضد المرأة ومشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرة المنظمات الأهلية. المرأة الفلسطينية اليوم تتظاهر في حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء، وهي حملة عالمية. المرأة في قطاع غزة جزء من نساء العالم، تطالب اليوم بأبسط حقوقها، وبخاصة أنها هي من دفعت الفاتورة الأكبر للانقسام السياسي وللعدوان والحصار الإسرائيلي على مختلف المستويات. تطالب بحقوقها في المشاركة في المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأيضا مطالبة المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار بشكل كامل، وأيضا هي اليوم تتضامن مع شقيقاتها في مصر في مواجهة هذا الإرهاب الأعمى، هذا الإرهاب الذي استهدف ويستهدف سيناء ويستهدف أهلنا في مصر، هذا الإرهاب الذي نحن أيضا نعاني منه بسبب اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة. ورفع المشاركون والمشاركات يافطات موحدة تحت هاشتاغ مشاركة تبني وطن، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة العمل من أجل إنهاء كافة أشكال العنف ضد النساء، وفي مقدمتها اعتداءات القوات الإسرائيلية وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. 16 يوم هي حملة دولية لمناهضة العنف ضد النساء، وهي تبدأ من 25 نوفمبر وتنتهي في 10 ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. خلال هذه الفترة تنشط مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والمؤسسات الحقوقية من أجل إعلاء الصوت عاليا لإنهاء كافة أشكال العنف، ولأن نقول كفى عنفا ضد النساء الذي يمارس بحقها، وبالذات النساء الفلسطينيات وما يعانه، أيضا النساء المقدسيات من انتهاكات من سلطات الاحتلال عبر الحواجز في الضفة الغربية، وأيضا الأسيرات وما يعانيه من انتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي أيضا، وخصوصية النساء في قطاع غزة وما يعانيه من إغلاق المعابر في ظل الانقسام والعدوانات المتكررة والانتهاكات المتكررة ضد النساء. تأتي هذه الحملة تحت شعار بمشاركتي نبني وطن من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ورفع المطالب عاليا أن يتم تمثيلها في مراكز صنع القرار، وأن يكون لها دور فاعل أيضا في جلسات الحوار الفلسطيني وكافة مجريات واللجان التي سيتم تشكيلها، لأن النساء كما هن شركات في النضال يجب أن يكون أيضا شركات في صنع القرار. الرسالة اليوم من حملة 16 يوم، أولا هذا أول نشاط لقطاع المرأة بشبكة المنظمات الغير حكومية، وإحنا سنويا هذا تقليد سنوي في حملة 16 يوم بيكون هناك تحرك سواء مسيرة أو وقفة. اليوم عندنا وقفة نسوية بجند المجهول، كان في عندنا فيها كلمة ومذكرة مطالب للمجتمع الدولي ولحكومة التوافق وللمجتمع الأهلي الفلسطيني للمجتمع الدولي ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال لأنه مسبب رئيسي للعنف ضد النساء الفلسطينيات. الرسالة الثانية للأمم المتحدة ازدياد الدعم والتمويل لأنشطة الحكومة والمؤسسات الفلسطينية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة ودعم مؤسسات فعاليات وأنشطة وتمكين اقتصاد للنساء الناجيات من العنف، وازدياد التمويل القادر على حماية النساء. وطالبت المشاركات في نهاية الوقفة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني والتدخل الفوري والعاجل من أجل حماية الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام كرامة الأسيرات، مؤكدات أن عنف الاحتلال ما زال يشكل العائق الرئيسي ويقف حائلا أمام تنمية مجتمعاتنا باتجاه الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية.